بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عن الفارماسيوتيكال تكنولوجي 1 السنة الثالثة السمستر الأول. مواضيع اليوم اللي راح نغطيها هي عن السبيريتس والإليكزير والسيرابس. الريفرنس راح يكون الفارماسيوتيكال دوزج فورم اند دراج ديليفري سيستمز باي هوارد اي انسل. سبيريتس. Spirits are alcoholic or hydroalcoholic solutions of volatile substances. من التسمية spirits هي المركبات اللي تكون كحولية in general, يعني تكون نسبة الكحول بها عالية. Alcohol concentration بالspirit تكون تتجاوز 60% normally. Because of the greater solubility of aromatic or volatile substances in alcohol than in water, spirit can contain greater concentration of these material. أي بمعنى أنه الماتيريال أو المادة اللي تذوب بالكحول بنسبة أعلى اللي هي خاصة الأروماتيك volatile substance, لهذا نسبتها وتركيزها يكون أعلى بالسبيريت. When mixed with water or with an aqueous preparation, the volatile substance present in a spirit generally separate from the solution and form a milky preparation. وهذا normally, يعني هذا شيء طبيعي, انه من عندنا مركب او solution يكون به نسبة الكحول عالية وبه مواد ذائبة اللي هي تكون normally soluble بالكحول, لما نخففها ونضيف لها aqueous او water preparation او solution راح يصير نوع من انواع separation, وهذا يسوي لنا milky preparation. Spirit may be used pharmaceutically, نقدر نستخدمها صيدلانيا ك flavoring agent, وmedicinally للعلاج اللي بسبب احتوائها أو القيمة للأروماتيك solute اللي موجود بيها. When taken orally, بالنسبة للسبيريت, normally they mix with portion of water حتى نقلل البنجنسي أو الطعم اللاذع اللي موجود بالسبيريت. And depending on the material, spirit may be prepared by simple solution أو بواسطة, يعني تحضيرها يكون إما simple solution أو بواسطة الطرق الأخرى المعروفة اللي هي مثل الماسريشن أو الدستيليشن. الإليكزير اللي هو الموضوع الثاني, هو clear sweetened hydroalcoholic solution intended for oral use and are usually flavored to enhance their palatability. فهو محلول يكون شفاف أو صافي الشكل, طعمه لذيذ حلو, يستخدم بنكهة معينة حتى نزيد القبولية بالنسبة للمريض. طبعا بي همينة medicated and non-medicated. المedicated أو non-medicated أو الإليكزير اللي يستخدم ليس للأغراض الطبية, هذا عادة يستخدم كفيكل كوسيلة. أما المedicated فهو بي therapeutic drug أو active ingredient ويستخدم كقيمة علاجية. وهسه راح نشوف الفوائد والادفانتج والديسادفانتج والاستخدامات لكل الانواع. مقارنة بالسيرب اللي هو الموضوع الاخير بها محاضرتنا لليوم, الاليكزير عادة يكون يعني الحالات مالته او طعمه اقل حالات, والفيسكوستي مالته تكون اقل لانه يكون يحتوي على نسبة اقل من الشوجر او من السكر. الإليكزير are better able than aqueous syrup to maintain both water soluble and alcohol soluble component in solution. واحدة من الأدفانتج للإليكزير مقارنة بالسيرب. ويعتبر الإليكزير هو preferable, يعني مفضل على السيرب لأسباب, منها أنه هو more stable وتحضيره يكون أسهل. طبعا رح نجي على السيرب بالأخير ونشرحها وشنو أيضا فوائده واستخدامات. من الناحية التصنيعية, from the manufacturing point of view, الإليكزير مفضل بسبب هذه النقاط اللي هي سهولة تحضيره وstability. نسبة الكحول بالإليكزير تكون متغيرة, تغيرها أو كميتها تعتمد على عدة عوامل, منها المادة الأكتيف إنجريدينت اللي نستخدمها, الاديتيف, الاكسيبينتس, والستابيليتي, وايضا البالاتابيليتي. فكل هاي تاثر على
نسبة الكحول اللي موجود بالإلكزير. لهذا هو widely varies بالنسبة للإلكزير، يعني ماكو نسبة معينة نقدر نقول الكحول بيها هلكت. وكل إلكزير يحتاج طريقة خاصة بالبلند بالنسبة للكحول والووتر، لأن احنا عندنا بوث كحول وعندنا ووتر أو أكويس سوليوشن. In addition to alcohol and water, so other solvent could be used مثل الجليسرين، بروبيلين جلايكول. وطبعا استخداماتها هاي تكون كيس باي كيس، اي بمعنى انه انا من احتاج جليسرين او جليسرول او احتاج بروبيلين جلايكول او other solvent، فاستخدمها لما انا اكون محتاجة اعتمادا على الماتيريال او الاكتيف انجريدينت اللي موجودة. فهي لا تقتصر فقط الالكزير فقط على الووتر او على الكحول، وانما ممكن استخدام solvent اخرى. Although many elixirs are sweetened with sucrose، بما أنه قلنا أنه هو حلو بس حالاته تكون أقل نوعا ما والpalatability ما مقبولة، فللتحلية أنا نستخدم سكر، لكن ممكن استخدام أنواع أخرى للتحلية مثل السوربيتول أو الأرتفيشال sweeteners، وتتعرفوها السوربيتان وغيرها من المحليات الصناعية. الإلكزير اللي يحتوي على كحول عالي عادة نستخدم بي artificial sweetener اللي هي المحليات الصناعية. كل الإلكزير مثل ما ذكرنا بالتعريف من حيث المبدأ تحتوي على flavoring agent حتى نزيد palatability، وأغلبها تحتوي على coloring agent يعني مواد مضافة تعطيك لون حتى تزيد الـ appearance أو المظهر. عادة إذا زادت نسبة الكحول بالإلكزير من 10 إلى 12% فيعتبر هو self preserved، ما يحتاج له preservative، لأنه هذا الكحول لح يشتغل كدور preservative يمنع hinder أو prevent the growth of microorganisms، لأنه يتبخر يسوي لنا layer of vapor، وهو أيضا وجوده داخل الإلكزير did not sustain the viability of any microorganisms. مثال على ثايوفيلين، طبعا اكو امثله كثيره تقدرون ترجعون للمصدر اللي ذكرناه بدايه المحاضره، لكن كمثال ل common elixir هو الثايوفيلين elixir اللي يتكون من الاكتيف انجريدينت ثايوفيلين 5.3 جرام، سيتريك اسيد، ليكويد جلوكوز، يتكون من سيرب، جليسرين، سوربيتول سوليوشن، الكحول، سكرين، صوديوم، الليمون اويل، اف دي سي اللي هو كولورينج ايجنت، وبيوريفايد ووتر. لاحظ بهذا المثال انه استخدمنا ارتفيشال سويتنرز اللي هو السكرين، واستخدمنا السيرب اللي هو بي سكر، وايضا ليكويد جلوكوز هو ماده محليه. فنلاحظ انه استخدمنا نوعين من انواع المحليات، طبعا اعتمادا على نسبه المواد والكحول الموجود به. لاحظ هنا نسبة الكحول 200 مل، بالنسبة للألف مل هي 20%، فنسبة عالية. فلهذا استخدمنا محليات صناعية بالإضافة إلى المحليات الأخرى الطبيعية اللي هي تحافظ على sweetening properties of elixir. Medicated elixir are formulated so that a patient receives the usual adult dose of the drug in convenient measure of elixir. أي بمعنى أنه إحنا في كل portion of elixir لازم ال patient أو المريض يستلم الكمية المناسبة من الإلكزير اللي تحتوي على الكمية المناسبة من الدرج أو الأكتيف إنجريدينت. من فوائد الإلكزير over their counterpart drug in solid dosage form is the flexibility، يعني الإلكزير بنوع من المرونة، سهولة إعطاءه. وإحنا يعني ذكرنا ونعرف الأهمية أو متى إحنا نحتاج نحول switching من الأورال من السوليد للليكويد، من السمبل سوليوشن للإلكزير كالإلكزير إلى الإمولشن أو السسبنشن. فمن فوائد أنه هي سهولة إعطائها، لهذا يفضل إعطائها بالنسبة للألدرلي أو البيشنت اللي يعانون صعوبة من البلع. فمن الطبيعي أنه الطفل الصغير بالعمر صعب يبلع كبسولة أو حباية، لهذا ننطي سوليوشن من باب السهولة. أما من الديس أدفانتج مات for children and adults
هو choose to avoid alcohol بسبب نسبة الكحول الموجود به، هاي يعتبر contraindicated بالنسبة لهاي الفئتين. Elixir should be stored in light resistant container and protected from excessive heat. وطبعا هذا شيء طبيعي لأي dosage form يحتوي على نسبة من الكحول، نسبة كفاية تتأثر باللايت وتتأثر بالهيت، لأنه هذا يسوي لنا acceleration بالdeterioration. أما طريقة الإليكزير preparation of elixir عادة هو يحضر بالsimple solution. نذكر simple solution كل الفاكتورز أو العوامل اللي يعني نحتاجها بالsimple solution، agitation أو mixing أو غيرها، مواد مختلفة نمزجها وسمبل سوليوشن نحضرها. طبعا الالكوهول سولوبل والووتر سولوبل كومبوننت هنا تحتاج لها شوية عناية بالتحضير، يعني هوز كم فيرست، يعني عادة مواد اللي تذوب بالكحول نذوبها بالكحول، مواد اللي تذوب بالووتر نذوبها بالووتر، بعدين نسوي لهم ميكس توجذر. اتس نوت جاست لايك يعني جيب كل شيء، يعني مو طريق انه جيب كل شيء وخلي كل شيء بنفس الوقت وابدي امزج وهنا تصير عندنا مشكله بالسولوبيليتي. يجب ان نراعي هاي النقطه اثناء التحضير، لانه المواد الذوب بالووتر قد ما تذوب بالكحول، المواد الذوب بالكحول ايضا بالعكس قد ما تذوب بالووتر، لهذا كل واحد نذوبه في السولفنت مالته بعدين نسوي له داليوشن حتى نحافظ على الكونسستنسي. فنحضر نذوب المواد اللي تذوب بالووتر ونذوب المواد تذوب بالكحول، بعدين الاكويس سوليوشن از ادد تو الكوهوليك سوليوشن وليس الكحول ينذاب للووتر، وطبعا يضاف جراديوالي، يعني مو نشيله ونذبه ذبه واحده وانما بشكل تدريجي مع الكونتينوس ميكسينج حتى نحافظ على الكونسستنسي. When two solutions are completely mixed, the mixture is made to the volume with a specific solvent أو vehicle. يعني أنا بعد ما مزجناه نكمل الفوليوم مثل للحجم اللي احنا نريده. بعدين عادة final mixture يكون cloudy بسبب separation of some flavoring oil by the reduced alcoholic concentration. Non-medicated elixir يعني استخدامه أو الحاجة مثل ما ذكرنا نحتاجه لشغلتين. أولا هو يعتبر كسولفنت جاهز نضيف لميديسينال ايجنت، فيعتبر فيكل يعني خاصة بالتحضير، لما عندي بالصيدلية أنا وارد أحضر إليكزير بيفد دراج معين فهذا يعتبر كسولفنت أو كفيكل، أو إذا عندي أصلا إليكزير أريد أسوي له داليوشن هاي استخدام النون ميديكيتد إليكزير. أما كاستخدام طبي ما له أي استخدام بذاته كنون ميديكيتد إليكزير، ما له أي فارماسيوتيكال أو ميديسينال أدفانتجز. In selecting a liquid vehicle for a drug substance, the pharmacist should be concerned with the solubility and stability of the drug substance in water and alcohol. هنا دور الصيدلاني إذا استخدم النون ميديكيتد إليكزير مثلا إذا يريد يخفف ميديكيتد إليكزير أصلا موجودة، لازم يراعي نسبة الكحول والووتر اللي موجود بالنون ميديكيتد إليكزير حتى لا يأثر لنا لا على الستابيليتي ولا على السولوبيليتي. يعني إذا صارت عندنا سولوبيليتي بروبلم فديفينتلي راح يصير عندنا بريسيبيتيشن أو يصير عندنا سيبريشن. ميديكيتد إليكزير اللي هي الإليكزير اللي تستخدم لأغراض طبية مثل ما معروف اللي هي نفس الإليكزير النون ميديكيتد لكن تحتوي على أكتف إنجريديان، فهي employed for therapeutic benefit بسبب الميديسينال ايجنت اللي موجود بيها. Most official and commercial elixirs contain a single therapeutic agent، يعني in general تحتوي single. هل ممكن تحتوي أكثر من more than one therapeutic agent؟ نعم ممكن، لكن غالبا هي تستخدم ل one medicinal agent حتى نسيطر على الدوز اللي نقدر ننطي. The main advantage of having only a one is that the dosage of the single drug may be increased or decreased by simply taking more or less. مثل ما قلت هسه قبل ثواني حتى نسيطر على الدوز، يعني أنا عندي مثلا drug X، drug X يعطى مثلا 500 ملغرام لكل 5 مل، أنا من أنطي 5 مل معناته أعطيت 500 ملغرام، إذا أرد أزيده لازم أزيد ال 5 مل أسوي مثلا 6 أو 7، وإذا أرد أقلل أقلل. طبعا إحنا ما نقدر نزيد 2 active ingredients
at the same time. يعني it doesn't make sense أنه أزيد two active ingredient نفس الوقت. فهذاك ممكن ال active ingredient ثاني ما يحتاج أزيده، فأزيد واحد. لهذا يفضل أنه يكون الإلكزير لمادة active ingredient واحد. نجي على بعض الأمثلة. Antihistamine elixir. Antihistamine elixir are useful in the symptomatic relief of certain allergic disorder. نعرف الأنتيهستامين للألرجي الحساسية. تثبط هاي الأنتيهستامين symptoms caused by histamine اللي هو الكيميكال ايجنت يفرز خلال الانتيجين انتيبادي رياكشن الالرجيك ريسبونس. فمن يصير عندنا حساسيه معينه هي بالاساس تنشا من تفاعل بين انتيجين انتيبادي يزيد الريليز للهيستامين. فهاي الالكزير اللي تحتوي انتي هيستامين لازم كاونتر بارت للهيستامين وتقلل لنا الاعراض الناتجه من الحساسيه. الموست كومن untoward effect يعني أو side effect بالنسبة لهذا النوع sedation, dryness of nose, throat, mouth, جفاف بالحليق, دوخة, نعاس. لهذا إذا تلاحظون antihistamine هي ما مفضلة مثلا in certain times. يعني إذا واحد يسوق سيارة يأخذ antihistamine صار dizziness. فترة الامتحانات بالنسبة للطلاب أيضا ما مفضلة نسوي نعاس. barbiturate sedative والhypnotic elixir مثال آخر اللي هي الباربيتشينات. يكون الباربيتشوريت هو are sedative and hypnotic agent that are used to produce various degrees of CNS depression. فتستخدم كdepressant للCNS. As the dose of these drugs is increased, the effect go from sedation to hypnosis to respiratory depression. فلهذا يجب أنه نكون حذرين باستخدام الباربيتشوريت والدوز يجب أن يكون monitored. Barbiturates are administered in small doses at daytime as sedative to reduce breathlessness or emotional tension. Greater doses of the barbiturate may be given before bedtime as hypnotic to relieve insomnia. The most common side effect بال patient taking barbiturate هو drowsiness and lethargy. يعني الدوخة يصير عدة غثيان، يصير عدة فقدان للسيطرة وإلى آخره. Large doses may produce residual sedation resembling the hangover following alcohol intoxication. يشبه alcoholic intoxication ويكون بي serious side effect and problem. Glycerin is often added to enhance the solubility of phenobarbital. ديجوكسين إلكزير النوع الآخر من الإلكزير. ماكو طريقة معينة خاصة لتحضير هذا النوع من الإلكزير. الأوفيشال إلكزير يحتوي على 10% كحول. الديجوكسين هو بطبيعته هو poisonous لأنه therapeutic windows ما تكون كلش قليل. Each dose must be carefully determined and administered to each individual patient. يعني هنا بدنا نتعامل ويا مادة therapeutic windows مادة قليلة. إذا زادت عن therapeutic windows يسبب لنا severe side effect. The elixir is generally employed for children. Adults generally take tablet rather than elixir. وهذا compatible ويا اللي حكينا أو تكلمنا به وناقشنا قبل شوية فوائد الإلكزير. ليش هو مفضل over solid dosage form بالنسبة لهذه الأعمار. النوع الأخير من أو الموضوع الأخير من محاضرتنا هذا اليوم هو عن السيرابس. سيرابس are concentrated aqueous preparation of a sugar or sugar substituted with or without flavoring agent and medicinal substances. فهو concentrated يعني عبارة عن سكر وماء مركز. سكر مركز. Syrups containing flavoring agent طبعا يحتوي flavoring agent but not medicinal substances called non-medicated. حالة حال الإلكزير السيرب ممكن يكون medicated و non-medicated. إذا احتوى على flavoring agent يعتبر وما احتوى على potent أو medicinal substances صار non-medicated. إذا احتوى على active ingredient صار medicated. Syrup are intended to serve as pleasant tasting vehicle for medicinal substances. طبعا طعمه حلو sweet لأنه هو يحتوي على السكر و water.
Drug solubility, stability, and bioavailability must be considered. طبعا المي والسكر هي بيئة مناسبة لنمو المايكرو أورجانيزم. لهذا the solubility والstability والbioavailability must be carefully considered. Medicated syrup are commercially prepared from the starting material by combining each of the individual component of the syrup such as sucrose, purified water, flavoring agent, coloring agent, therapeutic agent and other necessary and desirable ingredient. يعني تحضر باستخدام المي وبقية المركبات. They are preferable by youngster, يعني بالأصغار الأعمار الصغيرة. السيرب مفضل ليش؟ بسبب pleasant taste, الطعم الطيب وعدم احتوائها أو احتواء على كمية قليلة جدا من الكحول. Most frequent found type of medication administered as medicated syrup are antitussive and antihistamine. يعني أغلب السيرب المحضرة هي antitussive للسعال وantihistamine للحساسية. مكونات السيرب in general, most syrup, أغلب السيرب تحتوي على المكونات الآتية طبعا بالإضافة إلى الواتر: sugar اللي هو سكروز أو sugar substitute اللي تعطينا يعني أما سكروز أو بدائل اللي تعطينا نفس التأثيرات المحليات، وأيضا ممكن تكون natural أو artificial. Antimicrobial preservative طبعا أكيد لازم تعتمد على preservatives لأنه هي وسط داعم لنمو البكتيريا. Flavoring وcolorant. بالنسبة للantimicrobial preservative للسيرب أكو condition واحدة إلا إذا كان fully saturated، راح أجي عليها وأشرحها. إذا كان fully saturated ويا الشوغر بحيث ماكو عندنا excess free water حتى يسوي support للgrowth، يلا نستغني عنها. Sucrose and non-sucrose based syrup. السيرب ينقسم أيضا بالإضافة إلى medicated و non-medicated إلى sucrose و non-sucrose. Sucrose is the, مثل ما نعرف, is the sugar most frequently employed in syrup. Sugar may be replaced by sorbitol, glycerin and propylene glycol. The addition of one or more artificial sweeteners usually produce an excellent facsimile of a true syrup. يعني هنا نسوي fabrication, نسوي mixing, نحضر syrup. لهذا استخدامنا للماتيريال، استخدامنا للسويتنرز، للفليفرنج، للكولرنت، هذا احنا نتحكم به كيس باي كيس اعتمادا على المكونات اللي نريد نحضر بها السيرب. A portion of the dissolved drug actually makes contact with a taste buds. The remainder go down to the throat in a viscous syrup. عملية التذوق اللي تصير بالفم تكون من خلال البادز أو اللي هي نسميها العناقيد اللي موجودة باللسان. فلهذا أول شيء يجي هو الحالات اللي هي موجودة بالسيرب، فيحس الشخص أنه الطعم سويت، pleasant، مريح وطيب بالاستخدام. In the case of antitussive syrup, thick sweet syrup has soothing effect. هنا اللزوجة بالنسبة اللزوجة والحلات يعطي طعم smooth بالحلق، يريح ال irritated tissue of the throat as pass over. لهذا هو باستخدامات أو فوائد أنه يريح لنا التهيج اللي صاير باللسان أو بالحنجرة أو بالفم. High proportion of sucrose 80% increase the stability. وهاي هسه قبل شوية ذكرناها، مو بس زيد stability إذن زيد resistance للgrowth of any microorganism. هنا ال concentrated sugar solution are quite resistant microbial growth. ليش؟ لأنه ما عندنا free water. إذا نجي نتخيل السيرب إنه كل H2O المي يح يتحد ويا جزيئة جلوكوز، فلاحظنا بالتجربة وبالدراسة أنه إذا ذوبنا 85 غرام من السكروز في 100 مل من الووتر، أي بمن بنسبة 85%، فكل جزيئات الـ H2O لح تكون occupied بواسطة
الجلوكوز، وبما انه المايكرو اورجانيزم يحتاج ووتر حتى يسوي سبورت للجروث، فلح ملح ملح يلقى ووتر، لهذا فهي ملح تسوي سبورت للجروث اوف مايكرو اورجانيزم. هنا السيرب راح يكون فيري ستيبل و فيري ريزيستنت للمايكرو اورجانيزم. The resultant preparation generally require no additional preservative، ايضا ما راح نحتاج preservation. وهي النقطة الثانية بالcomponent of syrup. Although no enough to be particular amendable to the growth of microorganism, the slight excess of water permit the syrup to remain physically stable in varying temperature. Completely saturated syrup sucrose in cool storage might crystallize from solution. المشكلة الوحيدة اللي ممكن تعاني منها هذا النوع من السيربس هو ال possibility to crystallize اللي هو crystallization of sucrose اللي هو common habit يصير بالنسبة للسكروز إذا حفظنا السيرب بالرفرجريتر أو في أجواء باردة، وهذا اللي يصير عندنا بالسيرب باللحظة أنه أكو crystals موجودة بالسيرب preparation بسبب crystallization of sucrose. Antimicrobial preservative. The amount of preservative required to protect a syrup against microbial growth varies with كمية الـ preservative أو الـ antimicrobial preparation اللي نحتاجها تتغير اعتمادا على أولا proportion of water available for growth. بمعنى احنا سجلنا إذا استخدمنا 85 غرام من السكروز ب 100 مل ووتر ما نحتاج بعد انتي مايكروبي، ماكو عندنا فري جروث. بينما اذا استخدمنا 60% او 60 غرام فاكيد اكو عندنا كميه كافيه من الووتر اللي يسوي لنا جروث. النيتشر اوف انهيرنت بريزرفاتيف اكتيفيتي اوف سم فورمولاتيف ماتيريال، طبيعه الانتي مايكروبيال او بريزرفاتيف، هل هي تتاثر مثلا بالموجود؟ هل هي كومباتبل للموجود؟ For example, many flavoring oil that are inherently sterile and possess antimicrobial activity. إذا كان coloring agent, flavoring agent be antimicrobial activity لو لا، إذا المواد الأخرى الموجودة بالسيرب أيضا تأثر على كمية وطبيعة preservative نستخدمها. وأخيرا the capability of the preservative itself. يعني إذا عندنا كحول ما عندنا كحول، هنا الكحول ممكن يزيد لنا preservation يسوي لنا self preservative. فهي عادة الكحول بالسيرب يكون جدا قليل أو معدوم. Among the preservative commonly used، أنواع preservative اللي نستخدمها البنزويك أسيد بنسبة 0.1% إلى 0.2% very common preservative. الصوديوم بنزويت أيضا 0.1 إلى 0.2%. Various combination of methyl parabens أو propyl parabens اللي تستخدم عادة للأويل بيست، أو حتى بيوتيل بارابينز اللي عادة نسبتها ما تتجاوز 0.1%، وهنا نستخدمها غالبا مو للأكويوس، للنان أكويوس، للأويل أو للكحول. الكحول بالسيرب is not present in the final product in amount that would be considered to be adequate for preservation. هنا إذا لاحظ أنه الكحول لأنه هي نسبة جدا قليلة فما لح تكون كافية unless it sometimes يعني يكون نسبة الكحول عالية. Flavorant أو المنكهات، طبعا كل السيرب أو أغلبها هي تحتاج منكهات. Most syrup are flavored with synthetic flavorant أو with naturally occurring material مثل إيش؟ مثل volatile oil, orange oil على سبيل المثال، vanillin أو other material اللي تطي flavors. Because syrups are aqueous preparation, these flavorant must be water soluble. وهذا this is makes sense as a common sense. And syrup in general هو يحتوي على water ومواد محلية. إذن فلازم flavoring agent تكون ذائبة حتى تعطينا stable preparation. Sometimes small amount of alcohol is added to ensure continuous solution of the poorly water soluble of flavor. Colorant مواد ملونة. هذا to enhance the appeal of the syrup. Coloring agent يعني الشكل النهائي اللون، قبولية البيشنت بما أنه البيشنت هو الكاستمر النهائي لأي دوزج فورم، فليجب أن يكون لونه مقبول ومرغوب، لهذا إحنا نستخدم ألوان مختلفة، وهي الألوان بعض الأحيان تشير إلى
طبيعة المكونات. مثلا اللون الأخضر للمنت للنعناع، النوع البراون الجوزي للشوكليت، فهي يعني متراكبة ومتناسقة. يجب أن يكون هذا الهارمونيزيشن بين اللون والتيست والطعم. الكولورنت أيضا يجب أن يكون water soluble, non-reactive with other syrup component and stable at the pH range and under the intensity of light that the syrup is likely to encounter during its shelf life. أما preparation of syrups كموضوع خطواته جدا بسيطة. solution of the ingredient with the aid of heat يعني نحضر نذوب المواد وشوي نزيد الحرارة. solution of the ingredient by agitation ممكن يكون بواسطة agitation تحريك. addition of sucrose to the prepared medicated liquid أو to the flavored liquid. أيضا percolation of either the sucrose of the medicated substance or the sucrose. solution with the aid of heat. syrup are prepared by this method when شو وقت نحتاجها الهيت حتى نحضر السيرب. It is desired to prepare the syrup as quickly as possible. إذا نريد نحضره بسرعة يعني التحضير بدون حرارة يكون بطيء نحتاج حرارة. أنا دائما أقول في جميع محاضراتي وفي جميع اجتماعاتي مع الطلبة أنه إضافة external energy is not preferable but sometimes التايم يعتبر money بالنسبة للcompanies. لهذا يحاولون produce as fast as possible as quick as possible. فنحتاج الهيت إذا نريد ننتج بسرعة أو when the syrup's component are not damaged أو volatilized by heat. إذا كانت الماتيريال ما تتأثر بالحرارة طبعا أكيد إذا كانت تتأثر ما أقدر أستخدم الحرارة لأن سوي لي بيها degradation deterioration فماكو قيمة أنه أني أستخدم حرارة إذا كانت المواد أو الماتيريال تتأثر بالحرارة. لهذا دائما يفضل أنه أستخدم بدون heat أو إذا heat إذا ما تتأثر. In this method the sugar is generally added to the purified water and heat is applied until the sugar is dissolved. Then other heat stable components are added to the hot syrup. The mixture is allowed to cool and its volume is adjusted to the proper level by the addition of purified water. The heat label agent or volatile substance are to added to be added. They are generally added to the syrup after the sugar is dissolved by heat and the solution is rapidly cooled to room temperature. When the syrup is greatly overheated, it become amber colored as sucrose caramelize because of the prospect of decomposition by heat. Syrup cannot be sterilized by autoclaving. Solution by agitation without the aid of heat. من أقدر أحضر solution أيضا بطريقة ثانية بواسطة الagitation وليس بواسطة الهيت. أي إذا كانت الماتيريال الموجودة عندي تتأثر بالحرارة فdefinitely ما أقدر أستخدم الحرارة. To avoid heat-induced inversion of sucrose, a syrup may be prepared without heat. Sucrose and other formulative agent may be dissolved in purified water by placing in a vessel larger than the volume of the syrup to be prepared, permitting thorough agitation of the mixture. هنا أنا لما أخلي السيرب لح أخلي بوعاء كبير الحجم أكثر من ضعف أو ضعفين حجم السيرب الأردامسجة وأسلط عليه agitation قوي حتى أسوي عملية الميكسينج أو solubilization. عند أسوي عملية enhanced solubilization يعني أحرك المحلول أحرك الووتر اللي بيه المواد إلى أن يذوب بجميع المكونات. This process is more time consuming than the use of heat but the product has maximum stability. بالرغم من أنه تحتاج وقت أطول بس الستابلتي بيها تكون عالية. When solid agent are to be added to a syrup, it is best to dissolve them in minimal amount of purified water and incorporate the resulting solution into the syrup. هنا هاي النقطة دائما نستخدمها بتحضير السيرب إنه أنا نستخدم المينيمم
volume of solution أذوب بأكبر قدر ممكن من الصلد أو جميع الصلد وأزيد الفوليوم حتى أحافظ maintain the consistency وأحافظ على stability. When solid substances are added directly to a syrup, they dissolve slowly because of the viscous nature of the syrup. هنا إذا ضفته بالأخير وضفته directly in one go حيث أعاني مشكلة solubility بالنسبة للسوليد لأنه أصلا عندي viscosity عالية وأنا أسوي لي مشكلة بالsolubility. Addition of sucrose to a medicated liquid or to a flavored liquid, occasionally a medicated liquid such as tincture or fluid extract is employed as a source of medication in the preparation of a syrup. Many such tinctures and fluid extracts contain alcohol soluble constituent and are prepared with alcoholic or hydroalcoholic vehicle. وهي ذكرناها بالتفصيل في محاضرة التنكتشر السابقة. ف ماني يعني هواي ماتيريال هي لانه التنكتشرز ذاته عن نسبة كحول عالية فهو ماتيريال ذوب بالتنكتشرز. And the alcohol soluble component, if the alcohol soluble component are desired medicated agent, some means of rendering them water soluble is employed. إذا هنا استخدمنا tinctures ويا سيرب وردت أزيد السولوبيتي لازم أراعي بالاعتبار أنه هاي المواد هي ذائبة بالكحول ويجب أن أضيفها بمادة أخرى وبسوليوشن آخر نسبة الووتر بي عالية. ف it should be taken into consideration. البيركوليشن اللي يستخدم تحضير السيرب in the percolation method هنا يا أما السكروز percolated حتى حضر السيرب أو source of the medicinal substances أسوي له percolation بعدين أضيف السكروز للسيرب. في both direction ممكن استخدامه. This later method اللي هي medicinal agent is a two separate procedure. The first هو preparation of the extractive of the drug بعدين then preparation of the syrup. Example of a syrup prepared by percolation is Ipecac syrup, which is prepared by adding glycerin and syrup to an extractive of powdered Ipecac obtained by percolation. The drug Ipecac contains the medicinal active alkaloid emetine, cephaline and psychotrine. اللي هاي alkaloid extracted من powdered Ipecac by percolation with hydroalcoholic solvent. Syrup is categorized as an emetic with usual dose of 15 مل. يعني هذا الإبيكاك سيرب يعتبر كمحلول يستخدم يساعد على التقيؤ في حالات نستخدمه لما يصير عندنا poisoning معين يعني نحتاج أنه نحفز إخلاء المعدة أو تفريغ المعدة فيستخدم هذا النوع من السيرب. This amount of syrup is commonly used in the management of poisoning in children. إذا أطفال ابتلعوا مادة تعتبر سامة نحتاج أنه نفرغ سوي evacuation للمعدة فيستخدم هذا النوع من السيرب. 80% من الشيلدرين given this dose will vomit within half an hour. يعني خلال نص ساعة يطي تأثيره. For household emetic in the event of poisoning, 1 oz bottle of the syrup are sold without prescription. يعني عادة هذا النوع من السيرب أيضا يباع بدون الحاجة إلى prescription. Evidence indicated that many bulimics, most commonly young women in their late teens to early 13th, use the syrup Ipecac to bring on attack of vomiting in an attempt to lose weight. طبعا من سوء استخدام المواد اللي تحفز على التقيؤ الكثير من الفتيات في أعمار المراهقة يستخدموا حتى يفرغ معدتهم حتى يقللون وزن. طبعا هذا كلش بي سيريوس ديسادفانتج لانه استخدام الاستمرارية باستخدام الإبيكاك بي سيفير سايد افكت ويسوي لنا سيفير إلنس وهذا سيجيكم بيه بالتفصيل. Pharmacists must be aware of this misuse of the syrup of Ipecac and warn these individuals because one of the active ingredient in the syrup is emetine. والإيميتين بي severe side effect يسوي لنا build a toxic level ويسوي لنا irreversible damage للheart muscle.
فهاي من الأمور اللي تجيب يعني يجب أن ينتبه إلى المستخدم، بالرغم من أنه تباع بدون وصفة تحفز على التقيؤ. لهذا نرجو من الفتيات بهذه الأعمار الابتعاد عن طريقة تخفيض الوزن بهذه الطريقة، لأنه هذا يسبب لنا دمج للهارت. shortness of breath أيضا واحدة من الكومن سايد افكت اللي يأثرها بسبب الإيميتين اللي موجود بالإبيكاك سيرم. But some persons describe low blood pressure أيضا ممكن related للريجولاريتي و irregularities بالهارت بيت. لهنا انتهينا بهذه من هذه المحاضرة. شكرا لكم ونلتقيكم بخير.